في هذا الفيديو غادي نشوف واحد القضيه غريبه وواحد اللوز اخر ديال واحد جوج تيك توكرز بنات اللي ممكن يكونوا مختطفين وكيديروا فيديوهات بالسيف عليهم، ولكن في هذه الفيديوهات كيدوزوا ميساجات مخفيه للمتابعين ديالهم بهدف انه يتم الانقاذ ديالهم او لا يعرفوا فين كاينين. كيفاش وعلاش؟ التفاصيل كامله غادي نشوفوها في هذا الفيديو، واش بصح مختطفين ولا لا. واحد الحاجه اخرى بغيت نقولها بالنسبه للفيديو اللي فات، بزاف منكم ما طلعلهمش في الريكومونداسيون ولا حتى النوتيفيكاسيون، كانوا قلالين بزاف سو ما كرهتش تمشي تفرج فيه، ولكن حتى تسال هذا الفيديو حتى هذا يستاهل. بالنسبه للفيديو ديال 50 حاجه ما كتعرفهاش عليا غيكون مورا 200 كا، يعني غيكون مورا الكيو اند اي ماشي مورا مباشره، ولكن فاش غادي نفوت 200 كا غادي نبقى كنبين معلومات عليا شويه بشويه. صوب لما زيد نطول عليكم اكثر، الا كنتي مازال ما دايرش لايك ديرها، الا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه اشترك، راه فابور وتقدر تحيدها فوق ما بغيتي. يلا ندخلوا ديريكت في الفيديو ديالنا. هاد القصة غادي تبدا مع واحد الكونت في تيك توك اللي سميتو انكسار، وهذه واحد البنت من روسيا وكدير تيك توك واللي سميتها الحقيقية هي اينا سيماكوفا، وعندها حاليا اكثر من 12 مليون متابع. كانت كدير فيديوهات ديال تيك توك وهي كتشطح اولا كتعاود الموسيقى بالفم ديالها، وشي مرات كدير كوسبلايز، وهذا الشيء ما كانتش كديرو بوحديتها ولكن مع واحد البنت اللي سميتها كريستينا، واللي من بعد تبين ان هذيك راها اختها وبجوجهم تختطفوا واختفوا. في الاصل ما كانوش كيهضروا في الفيديوهات ديالهم، كانوا كيستعملوا غير الايمو جيز والموسيقى ولغة الجسد. برو وات ذا ف هاو، جربت نديرها والله ما قديت. اوكي خلينا مركزين على الفيديو. وبما انني جبت التنمر، واحد القصه زوينه ديال واحد يوتيوبر اللي قتل راسو بسبب التنمر ديال المتابعين. الا بغيتو نعاودها لكم في الفيديو الجاي قولها لي في التعليقات. صافي كيف ما كنت قلت لكم باللي الطريقه الوحيده اللي كيستعملوها في الفيديوهات باش يتواصلوا مع الناس واللي هي الايموجيز ولغه الجسد، وهنا فين غادي تبدا هذه القضيه هذه، حيتاش الناس اللي متبعين هاد جوج بنات لاحظوا باللي الفيديوهات ديالهم ولاو كيحطوا فيهم شي ايموجيات اللي واللي كتدل على الخطر وبحال اللي محتاجين للانقاذ في اسرع وقت ممكن، وراه ما يقدروش يهضروا اولا يديروا شي حاجه. قبل ما ندخلوا في تفاصيل اكثر، حيت ما كاينش غير هادشي هذا وكاين بزاف ديال الحوايج اللي مازال ما قلتهمش، واللي هي الا بصح كنتي كتامن بلي هاد جوج بنات راه مختطفين، راه اي حاجه غادي تخرج غادي تقول هادي داروها حيت كيطلبوا المساعده. يعني حرفيا تشوف غير شي قرعه طاحت من اللور هكا بصدفه تقدر تقول هذاك اللي خاطفهم هو اللي طيحها من اللور اور سامثين، ولكن الا كنتي مخرج هاد الفكره هادي من راسك راه غادي يبانوا ليك فيديوهات عاديين. وهكا كانوا في البدايه فقط فيديوهات عاديين، ولكن من بعد الناس بداو كيلاحظوا. شحال من مره ولاو كيديروا فيديوهات وكيبانوا بحال كانوا مضروبين قبل، واخا كيديروا الماكياج والفلتر وكل شيء ومع ذلك كيبان بلي شي واحد ضربهم قبل، وحتى الطريقه باش كيديروا الفيديو كتحس بهم ما مرتاحينش ولا دايرينها بالسيف عليهم، وكل مره كيدوروا كيشوفوا في الجنب ديالهم. دابا غادي ندوزو نشوفوا دوك التفاصيل اللي قلت لك مازال ما قلتهمش، باش في الاخر نقدروا نعرفوا واش بصح هادو مختطفين ومحتاجين لمساعده ولا فقط طلعينا على الناس وفقط كيكذبوا. وهذه طريقه باش يديروا البوز ويخليو الناس يهضروا عليهم اكثر ويخلقوا واحد شويه ديال الدراما واخا هما ديجا مشهورين. دابا غادي نبدا بواحد الدليل قوي شويه على ان هاد جوج خوت راهم مخطوفين. في الفيديوهات اللي كانوا كيلوحوا في تيك توك المتابعين ديالهم كانوا كيقولوا ليهم لبسوا واحد اللون معين الا كنتم مخطوفين، يعني مثلا كيقولوا ليهم الفيديو الجاي لبسوا بجوجكم الكحل الا بصح كنتم مخطوفين وما قادرينش تهضروا، وكتلقاهم لبسوا داك اللون. مرات يقولي اليوم الفيديو الجاي لبسوا الزرق بجوج اذا كنتو محتاجين المساعده، الفيديو اللي موراه كيلبسوا الزرق عاوتاني، وعاوتاني هنا غادي يقولوا لهم لبسوا بجوجكم اللون الغوز اولا الوردي الا بصح كنتو محتاجين المساعده. اند يا هادشي شويه كريبي وغريب صراحه. وهنا بصح في القضيه بدات كتشهر وبداو كيهضروا عليها الناس بزاف. دابا غندوزو للدليل الثاني، ولكن باش نفهمو اكثر خاصني نشرح لكم واحد الحاجه بعدا هي الاولى. هاد الاشاره اللي كتشوف دابا كيديروها الناس اللي كيكونوا في خطر ولكن ما كيقدروش يهضروا، بحال مثلا الا شفتي شي بنت غاده مع شي راجل ودارت لك هاد الاشاره هادي فعرف باللي داك الراجل راه ما كتعرفو ما كيعرفها وراه كيشكل عليها واحد الخطر، وهنا خاصك تصرف هي تمشي تعيط للبوليس ولا تصوره ولا تمشي عنده ولا دير شي حاجه. وحتى الا ما كنتيش عارف ها انت عرفتيها دابا، سو الا كانت شي نار طاريه عليك شي حاجه تقدر ديرها باش الناس يعتقوك، ولكن في المغرب قليل اللي عارفه، داكشي علاش خاصك دير لايك باش يطلع هاد الفيديو للطوندونس باش يشوفوه المغاربه كاملين. انا ما نسواش. فهاد الحركه اللي وريتك دابا مخصصه فقط لهاد الحاجه هادي وما كاين حتى شي معنى اخر لهاد الاشاره. سوف غادي نرجعوا للفيديو ديال هاد جوج خوت غنلاحظوا باللي كريستينا شحال من مره كتستعمل هاد الاشاره هادي بالتخبيه وايضا بواحد السرعه باش ممكن الشخص اللي مختطفهم ما يلاحظ والو، ولكن المتابعين ديالهم فاش بداو كيركزوا بزاف في هاد الفيديوهات بصح لاحظوها. دابا غندوزو لواحد الحاجه غريبه في هاد جوج بنات هادو اللي بصح جاتني شي حاجه ماشي هي هذيك فاش كنت كنقلب في هاد الموضوع، وكيبان بحال واحد التناقض كبير اللي
ما قدرتش نفهمو علاش دار. واللي هي كانوا داروا واحد الفيديو فين كيقولوا شنو سميتهم وشحال في عمرهم واللون المفضل ديالهم وشحال من حاجه اخرى كانت في داك الترند. وكانوا قالوا باللي انا عندها 35 عام وخا ما كتبانش فيها اوف كورس، وكريستينا عندها 15 عام. دابا غادي تقول لي شنو الغريب في الامر او شنو اللي بان لك في الشكل وفين هو التناقض؟ غادي نقول لك هذا الفيديو هذا ما داروش غير مره واحده، لا داروه اكثر من مره، وكل مره كيبدلوا فيها العمر ديالهم. مور هاد الفيديو هذا غير بشهر واحد غادي يحطوا فيديو اخر بنفس الطريقه وبنفس الترند، ولكن هاد المره كريستينا غادي تقول باللي عندها 20 عام. وات لايك حرفيا الفيديو كان في الشهر اللي موراه كي دارت نقزات 5 سنين كامله. وهاد العام هذا لاحوا نفس الفيديو، ولكن دابا اينا ولات 36 عام وكريستينا هبطت ل 19 عام. سو ما فهمتش انا علاش كريستينا كانت 15 ولات عندها 20 ومن بعد ولات 19. والمشكله ما داروا حتى شي تبرير لهذا الشيء هذا، ولا شنو كانوا باغيين يديروا، واش كذبوا ولا لا، ما قالوا حتى شي حاجه، صرفوا بحال حتى شي حاجه ما طرات. يعني يعاودوا نفس الترند في خلال شهر ويزيدوا في العمر ديالهم 5 سنين بلا اي شرح، ويخليوها هكاك بحال شي حاجه عاديه وما عندكش الحق تفكر ولا تسول. والمشكله كل مره رجعتي في الفيديوهات ديالهم اللور والقدام كل ما غادي تلقاهم كيزيدوا يصغاروا، حتى غادي توصل لواحد الفيديو فين انا كان عندها 17 عام وكريستينا 15 عام. برو علاش ما نقدروش نعرفوا شنو اللي حقيقي وشنو اللي لا؟ وهذا الشيء اللي كيخلينا نشككوا في هذا الشيء كامل، في القضيه ديالهم كامله، واش بصح مخطوفين ولا فقط مطلعين على الناس وهذا الشيء كامل تبرهيش وباغيين يوصلوا لشي حاجه. وحاجه اخرى كيستعملوها باش يبينوا باللي راهم مخطوفين، واللي هي الايموجيز اللي كانوا كيديروا في الفيديوهات، بحال مثلا موس ولا طوموبيله البوليس ولا انذار، بحال كيعطيو رساله باللي خاصكم تواصلوا مع السلطات وحنا راه ماشي بخير ومحتاجين المساعده. ولكن بما ان عندهم تليفون وكيلوحوا فيديوهات كيف ما بغاو، علاش هما براسهم ما يقدروش يعيطوا للبوليس؟ ولكن صراحه حنا ما عارفينش حجم الخطر اللي يقدروا يكونوا فيه، يمكن الشخص اللي خاطفهم كيكون معاهم في الغرفه وما عندهمش كيديروا. وايضا الا رجعنا للفيديوهات ديالهم القدام قارناهم بديال دابا، غادي نلاحظوا باللي شحال هادي كانوا كيديروا فيديوهات بطريقه منفتحه وكتشوف الملامح ديال وجههم مرتاحه، وايضا كيخرجوا يصوروا في بلايص مختلفه. اما دابا البلاصه الوحيده اللي كيديروا فيها فيديوهات هي هذا البيت هذا، وايضا الملامح ديالهم ديما فيها الخوف والستريس. بالنسبه لي انا صراحه ما متيقش تماما باللي راهم مخطوفين، ولكن هادشي كامل اللي شفنا كيبين على شي حاجه ماشي هي هذيك طاريه منك. دابا غادي نقول لك بعض النظريات اللي خرجوا عليها هاد جوج بنات، وهادو ديجا كاينين في الانترنت وانا غير غادي نجي وغادي نعاود نقولهم لك، وحتى حاجه ما جبتها من راسي، ولكن بما انني كنقولهم لكم دوزون فلاشين ديالي فراه كيعني انني متفق معاهم، وخاصه النظريه الاخرى حيت بصح هذيك اللي متفق معها 100% وداكشي اللي كنظن انايا. اول نظريه كتقول باللي اينا هي واحد الروبو او واحد الذكاء اصطناعي. صوب بلا ما تخرج من الفيديو بلا ما دير ديسلايك، انا غنشرح لك مزيان هادشي، وهادشي راه بصح كاين. صوب واخا يبان لك هادشي كامل في شكل، ولكن ما تصدمش حيت ديجا كاينين روبوتات خدامين بالذكاء الاصطناعي وكيديروا نفس الحاجه، بحال مثلا الروبو ميكايلا. هذه واحد الروبو اللي عندها كونت في انستغرام ومشهوره بزاف، وكدير دي سبونسور كاع، وكدير اشهارات ديال دي براند الحوايج وبزاف ديال الحاجات اللي انفلونسرز حقيقيين ما كيديروهمش، انا ما كنديروهمش اصلا. صور الروبو احسن مني يلا. الحاجه اللي خلات الناس يشكوا باللي اي ناس تقدر تكون حتى هي غير روبوت ولا ذكاء اصطناعي، واللي هو الحركات ديالها. اول حاجه هنا ما كترمش كاع، وقليل بزاف فين شافوها الناس كترمش، وكاين اللي قال باللي من نهار بديت نتبعها ما شفتها رمشات. وثانيا حتى واحد ما عمره سمعها هضرات ولا عارف صوتها كيفاش داير. هذه نظريه قاصحه شويه وعندها احتمال تقدر تكون صحيحه، وخاصه مع الحركات ديال عينيها كيفاش دايرين ومع التفاصيل ديال وجهها كيفاش كيتحركوا. وباش نكون معكم صريح، القضيه ديال الترماش بصح شي حاجه كريبي وفي شكل وكتخلع. اما النظريه الثانيه كتقول باللي انا هي بنت عاديه وبخير وعلى خير، ولكن هي اللي محتاجه وخاطفه عندها كريستينا، وواقيلا معرضه الحياه ديالها للخطر مقابل انها دير معها فيديوهات ولا شي سبب اخر اللي حنا ما عارفينوش. حيت كيف ما كتلاحظوا باللي كريستينا هي اللي ديما كتطلب المساعده او اللي كدير قلب مكسور او حتى الملامح ديالها اللي عامرين بالرعب والخوف. والنظريه الاخيره واللي هي باش كنامن دابا صراحه، كنظن ان هادشي كامل اللي طاري، واللي هو انه بجوجهم ما طاري لهم حتى شي حاجه وبخير وعلى خير وغير مطلعين على الناس، وهادشي كامل كيديروه بالعاني من اجل الشهره والفلوس من دوك المشاهدات كامله اللي جمعوا في هذه الفتره. واكبر دليل على هذه الهضره اللي كنقول واللي هو انستغرام ديالهم. الا جيتي تدخل وتشوف لي باج ديالهم بجوج، غادي تلقاهم باللي عايشين الحياه بحال حتى شي حاجه ما طاريه. وبما انهم عرفوا باللي هذه القضيه تقدر تجيب لهم اشتراكات وفلوس، قرروا انهم يلعبوا هذه اللعبه هذه ويخليوا الناس تهضر عليهم. الناس في الكومنتات كانوا كيكتبوا بزاف ديال الالوان، سو فاش هما غادي يلبسوا شي لون معين في الفيديو الجاي؟ يعني راه 100% داك اللون غادي يكون في الكومنتات ديال الفيديو اللي فات، وهادشي اللي غادي يخلي الناس تيقبل اللي راه بصح مخطوفين بينما هي فقط
فقط مصادفه. وباش ما نخلطوش شي فشي راه كانوا بصح شي مؤثرين شحال هادي كانوا مخطوفين وكانوا كيبينوه في فيديوهات باش الناس يعتقوهم وبصح عتقوهم، ولكن راه ماشي نفس الحاجه مع هاد جوج خوت. وايضا الناس عزيز عليهم يتبعوا بحال هاد القضايا اللي كيكون فيهم الغاز، والواحد اللي مستافد من هادشي كامل هو هاد جوج هادو. وهنا غادي نحلوا هاد القصه هادي وغادي تتعلم بلي ما خاصكش تيق اي حاجه كتشوفها في انترنت، ضروري خاصك تقلب مزيان وتعرف الاصل ديال الاشياء. ولكن عندك الزهر، انا كندير هاد الخدمه في بلاصتك، انت غير اجي وتفرج. عندي افكار ديال فيديوهات بزاف الخوت، وحده منهم هذيك اللي كنت قلت لكم قبيلات، وواحده اخرى ديال واحد الظاهره بدات كتبان في تيك توك وفريمون طلعت لي فراسي وكرهتني في هاد الابليكاسيون هادي، واللي هي السعايه في اللايفات. دايم كنوجد واحد الفيديو فين غادي نفضح كل شيء. صافي ما كنتيش مشترك، شارك وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد. وكيف ما كنت قلت لكم ما تنساوش تمشيو تشوفوا الفيديو اللي فات، وايضا دوزوا عندي الانستغرام راه تماك غادي ندير الكيو اند اي فاش غادي نوصل ل 200 كا. كان معكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس.